الأوبليك أسمتوت، حكينا عن أسامة الجديد هو الأوبليك أسمتوت، أوكي؟ طيب، بالسؤال أعطاني هذه الفانكشن وأعطاني هذا الدومين أي أنت ماشي فيه. مثل أول سؤال هذا بالمراجعة على الليمتس اللي أخذناها أول شيء، رح نحلو نحن وياكم بالتفصيل مبين إنه في بعض الأخطاء منها كالكوليشن منها طريقة كتابة هي ما ننتبهنا كثير منيح، أوكي؟ بس الأغلب تقريبا مش لاقوا صح لأول طريقة. بيقول لي calculate the limits of f on the boundaries on i. أول شيء خلينا نفسر السؤال شو هو، شو يعني boundaries on i؟ بتطلعوا أنتم بال i، هذا هو ال i. ال i عبارة عن two intervals، أوكي. كل interval مثل ما شايفين عنده boundaries، أوكي. boundaries هن الأطراف هذا ال interval. فعندنا أربعة، أوكي. فعندنا أربعة limits بمعنى تاني، يعني هن limits على boundaries. كم boundary عندي؟ أربعة، والأربعة أصلا محطمة. يعني أنتم هلا بدك تجيبوا لهيدي ال f ليميت مرة على ماينس انفينيتي، مرة على بلس انفينيتي، مرة على 2 ماينس، مرة على 2 بلس، اوكي؟ وعم يلفت لي نظري انه انتو عم تعمل الليميت، شوف لي اذا في عندك اسمتوت او لا. طيب، خلينا نبلش فيه هيدا، شوف شو فينا نعمل فيه، اوكي؟ نبلش اول شيء الليميت على ماينس انفينيتي. هلا ككتابة استاذ منكو شو عامل؟ كاتب هيك، بعدين كاتب وراها 2x بلس 3 بلس 2 على x ماينس 2. بننتبه بنكتب ليميت كمان، اوكي؟ قبل هاي، يعني بهالشكل. مش هي لحالها، يعني نحن من هون لهون شو عملنا؟ بس عوضنا محل هيدي ال f، بس الليميت هيدي بضلنا نكتبها، اوكي؟ طيب، هلا هيدا في حليتوه انتو بطريقتين، في حدا عامل common denominator مش غلط، وفي فينا نعوض دغري مباشرة، اوكي؟ وانا راح حلو على الطريقتين، على طريقة الكومن دينومينيتور وطريقة هيدي اللي زعوضنا دغري. من هون ما في ياخد اعلى باور على اعلى باور مثل ما شايفين، انه هيدي اول شغلة مش شكلها بولينوميال شيء اللي ياخد اعلى باور مثلا. لا لا بالفراكشن 100%، اذا ملاحظين عندي اكس من تحت بالفراكشن. شكل الثاني هيدي مش عبارة عن راشونال، راشونال بيجي شكلها فراكشن واحد، بينما هي عندها شقفتين، عندها بولينوميال زائد فراكشن، فهيدي لا لنا راشنال ولا لنا بولينوميال، فالقواعد تعود الاعلى باور ما بتطبق عليها، رغم انه عندي انفينيتي تحت، اوكي؟ فما عادش عندي حل الا عوض محل الاكس ماينس انفينيتي وادعي ما يطلع لي شيء اسمه انديترمنت فورم. طول ما انديترمنت فورم ساعتها بنحلها اجباري، ما عادش عندي خيار الا نعمل كومن دينومينيتور. هلا اللي عمل كومن دينومينيتور وكفى بيكون خلص أمن حاله إنه ما ندوس على الانترنت فون بهذا الصح، أوكي؟ بس أنا حبيت حل على الطريقتين عشان تشوفوا بهالطريقة شو بنعمل، وهيدي في احتمال كبير توصلنا هلا إذا نعوض ماينس انفينيتي لانترنت فون، فيفضل أكيد نعمل كومن دينوميتر قبل ما نعمل ليميت. طيب، خلينا هلا نعوض محل الإكس ماينس انفينيتي وبتشوفوا بطريقة الكومن دينوميتر كيف اشتغلت. هون ما ننتبه شوي لأنه بعد في حدا معوض وماشي صح، هيدي الخطوة عملت صح، بس بعدين صار في عندنا الأغلاط، أوكي؟ طيب مين بكفي لي إياه مثلا هلا؟ شو ممكن أعمل خطوتين؟ يعني شو بعطي الجواب هلا؟ هلا تو ضرب ماينس انفينيتي، خلي اسمع علي ما زالوا بلشوا ماينس انفينيتي، تو ضرب ماينس انفينيتي 100%، هادي رح يعطوني ماينس انفينيتي زائد 3، مزبوط، زائد 2 على ماينس انفينيتي 100%. الغلط اللي بنا استاذ بالهومر مثلا، في حدا عامل مثل متعامل هيدي فيها ككومن دينوميتر، عامل كومن دينوميتر ماينس انفينيتي، هيدا لا ما في عامل، اوكي؟ لانه انفينيتي مش عدد لتعامل معه بهالشكل هذا، اوكي؟ ف نتعامل معه مثل ما قلت لكم، عدد ضرب انفينيتي مثل ما اتفقنا بيبقى انفينيتي، وبشوف الاشاره، اوكي؟ مثلا اذا كان عندي هون ماينس 2 شو رح يعطيني جواب هيدي محل ماينس انفينيتي؟ بلس انفينيتي، بلس انفينيتي، اوكي؟ بس انتبهوا للاشاره، دائما عدد ضرب انفينيتي، انفينيتي باور اي شيء، انفينيتي زائد اي عدد او ناقص اي عدد بيبقى انفينيتي، بيبقى عندنا الاشاره لها، يا بتبقى ماينس انفينيتي يا بتصير بلس انفينيتي، اوكي؟ الشغلة الثانية ما ننتبه لها، هيدي اللي هون وهيدي اللي هون مش مضروبين ببعض، اوكي؟ يعني هيدي عم تضرب الاشارات، يعني في حدا عامل ماينس ماينس واقف معه هون حاط بلس، اوكي؟
فهي ما راح تأثر هيدا الغلط على الجواب، بس كمان لا بعدين. اوكي، هو الاشي هود الاثنين مش مضروبين، بيكونوا مضروبين بيكون في عندي بارنتس هيك. اوكي، بكون هيك ساعتها صاروا مضروبين، او بتكون الماينس 2 بهالجهة هيك، هيك هون بيكونوا مضروبين. اوكي طيب، بلا ما نطول، ما يكون اكثر من هيك. فعندي هيدا الشكل اللي هون، شو بيعطي؟ زيرو. زيرو 100%. فراح يصير عندي ماينس انفينيتي بلس زيرو، لانه هيدا ماينس انفينيتي بلس 3 هو اللي اعطاني ماينس انفينيتي، يعني بلس 3 ما بتاثر شيء. اوكي، فعشان هيك حطيت من، يعني البلس 3 كانها بتغرق بالماينس انفينيتي، ما بتبين. اوكي، بيبقى ماينس انفينيتي، فيبقى الجواب اخر شيء ماينس انفينيتي. فلو بدي لكم اياه بالمختصر، دائما انفينيتي زائد او ناقص اي عدد بيبقى انفينيتي. اوكي، وعدد ضرب انفينيتي كمان بيبقى انفينيتي، ما عدا اكيد الزيرو، ما يكون في عندي زيرو هيدا، انه الزيرو ضرب انفينيتي اتفقنا عليه انديترمنت. اوكي، وانفينيتي باور اي عدد بيبقى كمان انفينيتي، بس بيبقى عندنا قصة الإشارة. اوكي، تمام كده. طيب، مجرد ما تشتغلوا ماينس انفينيتي دخل من بعدها اشتغلوا بلس انفينيتي، ونفس الشيء ماينس انفينيتي وبلس انفينيتي بيلحقوا بعض. يعني هلا بتشوفوا انا حط جواب دغري نفس الكتابة فوق، بس محل الماينس انفينيتي راح تلاحظ يجي بلس انفينيتي، يعني بهذا الشكل. اوكي، يعني هلا بتشوفوا بلس انفينيتي بس تعويض، كل شيء طبقناه فوق نفس الشيء اللي طبقناه تحت. اوكي، يعني هلا تو بلس انفينيتي بلس انفينيتي، بيطلع جواب اخر شيء كمان بلس انفينيتي. طيب، في عنا اسيمبتوتس بهالحالة كمان؟ لا ما عندنا. اوكي، في شغلة بدي لكم اياها مرقت معي كمان انا عم صفحة هون، في حدا كاتب مثلا هون نو اسيمبتوت، هيدي لا ما نكتب. اوكي، هي مش غلط بس كمان بنفس الوقت مش مظبوطة. اوكي، يعني ما فيك تستنتج انه هون ما عندي اسيمبتوت، انه كل مرة ما في. اوكي، هلا في اول اذا بدي يكون دقيق، ما في عندي هوريزنتال اسيمبتوت، تكون اضبط شوي، بس انه ما في داعي نجيب السيري بالمرة. اوكي، المهم نعرف طلع عدد بيطلع عندي هوريزنتال اسيمبتوت بهي الحالة، انفينيتي اعطاني عدد بكون عندي واي ايكوال. اوكي، فخلص بس كونش عندي اسيمبتوت هون ما بجيب السيري بالمرة، بس بحط الجواب بطلع عندي وبنتهي. اوكي تمام، في حدا عنده شي مشكلة هون؟ طيب، لا راح هلا بالنسبة ل common denominator. اوكي، وهذا الشيء اللي انا بحاطه اكيد، يعني هلا انت شو بتعمل، بس بيبقى عندي قصة طريقة الكتابة مش أكتر، هذا اللي بتعلق عليه أكتر شيء يعني. اوكي، كقواعد ليميت وكحسابات تقريبا ماشي الحال. اوكي، أنا سميتها هيدي سكند ميثود اللي اشتغل معظمكم على الكومن دينومينيتور عشان يقدر يطبق قاعدة الأعلى باور أعلى باور، هذا الصح 100%. اوكي، فنحن عندنا أول شيء اف اكس، ما بنبلش دغري ليميت وبنعمل بالليميت كومن دينومينيتور، خلص بنجيب الاف اكس لحالها، نعمل لها كالكوليشن لحالها ونطلع لها جواب الكومن دينومينيتور لحالها، وبعدين بحسب الليميت على رواق. اوكي، فهيدي الاف اكس اللي أعطاني إياها، هلا بدي أعملها كومن دينومينيتور بين هاي وبين هاي. اوكي، شو رأيكم نعمل هون؟ نضربهم بإكس ماينس 2 لحتى نعمل كومون على إكس ماينس 2. 100%، يعني بعتبر هايدي مثل على 1. اوكي، وبضرب تحته فوق بإكس ماينس 2، فبصير بهيدا الشكل هيك. اوكي، هاي 2 إكس بلس 3 كأنه على 1، ضربتها تحت بإكس ماينس 2 وفوق كمان نفس الشيء. اوكي، ولحد بتبقى مثل ما هي. بقصد هون ما نكتب ليميت هلا، خلص اتركوا الليميت للاخير. اوكي، احسبوا الكومن دينومينيتور، احسبوا الجواب بعدين اكتبوا الليميت عشان ما تعجع معكم بالحل، وارتب هيك لكم واحسن بالكالكوليشن. اوكي طيب، الخطوه اللي بعدها بكثير ببساطه، بدنا نعمل كالكوليشن لهودي. اوكي، ديفلوب مثل العادي، هون ما راح اعلق عليه كثير. اوكي، هي الخطوه الصعبه اذا بدنا حدا ما انتبه. نعمل سمبليفاي، يعني تطير x ماينس 2 بالx ماينس 2 ترجع لورا. شو عملت؟ ركبت انا ريا هون، يعني رجعت لمحلك وصفيت. ما هلا ما كان دوم نكمل، قرب لقدام. شو الحال؟
ايه مش الحال. اوكي، نحن ضربنا بهوت نان فوق تحت كرمال نعمل كومدونيتر واحد، نعمله على فراكشن واحد. اوكي، ما عم نرجع نختزلهم اكيد، بنرجع لهون. طيب فهو كله نيتهم رح يصيروا على فراكشن واحد هو الاكس ماينس 2. اوكي، بيب عليكم بس عملية الحساب اللي فوق. اوكي، رح احطها باختصار هي. اوكي، كلنا عملنا هون عملنا ديفلوب. اوكي، فهون اللي هون لهون هن عملية الحساب اللي هون. مثلا في بعض الأغلاط شو صار؟ واصلين لهون ونسين التو اللي هون، يعني ما حطين التو، يعني حاطين عند الماينس 6 موقفين، نسينا عندنا بلس 2 هون. اوكي، ما ننتبه لهم هالشغلة. طيب اوكي، المهم بالنهاية الأمر بيطلع معي هيدا الشكل لمين؟ للاف اكس. فالاف اكس عندها جواب جديد إذا بدكم، أو شكل جديد هو هيك. يعني أنتوا صار عندكم طريقتين لكتابة الاف، هذه الطريقة الأخيرة وصلنا لها هون تحت، وكان معطيني إياها فوق. هلا أنا حر أعمل ليميت اللي بدي إياه، أي شكل بلاقيه مرتاح له استعمله للليميت اللي بدي إياه، ما في أي مشكلة فيه. اوكي، طيب في حدا عنده شي مشكلة بهيدي الكومبينيتر؟ اوكي، هون بعدنا بأول سؤال، رح نرجع نعيد الليمت على ماينس انفينيتي بلس انفينيتي، بس المرة ما رح نستعمل هيدي الاف، رح نستعمل هيدا الجواب. اوكي، رح تلاحظوا اكيد هيدا احسن واريح لي بالنسبة لماينس انفينيتي ولا بلس انفينيتي. اوكي، فهيدا الاف اللي وصلنا له، بنعمله ليمت على ماينس انفينيتي. اوكي، مثل ما ملاحظين الاستاذ بضل يكتب ليمت ومحل الاف بحط بس شو جوابها اللي طلع عندي او اي هو عم يستعمل. اوكي، فهون شو رأيكم على نستعمل؟ نستعمل طوالة الريشنال الهايست فوق والهايست تحت 100%، نعمل هايست باور فوق على هايست باور تحت. مظبوط. اوكي، طيب شو رأيكم بعدين لازم نعمل بعد ما نعمل هيك؟ سمبليفاي 100%، برافو، لأنه في بعض الأغلاط معوض. 100%، برافو، يعني في منه شو عاملين معودين دغري محل الاكس ماينس انفينيتي، وبيعلقوا بين دكتور من فوق، بصير في عندهم انفينيتي فوق انفينيتي تحت، بس هني ضحك علينا حط عليها مختزل انفينيتي بانفينيتي، هيدا الغلط. اوكي، انه بس يطلع عندي انفينيتي على انفينيتي الدكتور ما في يعمل شيء، لا بختزل ولا شيء، بدي ارجع اشوف بالليمت شو في يشتغل. اوكي، فدائما قبل ما تعوضوا اي شيء اسالوا حالكم اذا في يعمل سمبليفاي او لا، وهذا المضبوط هو مثل ما قلتوا بيبقى جواب اخر شيء 2x، ونعوض محل الاكس ماينس انفينيتي. اوكي، بيطلع جواب ماينس انفينيتي. اوكي، نفس الجواب اذا بترجعوا لاول شيء حليناه على ماينس انفينيتي بشكل الاف الاساسي طلع معنا جواب كمان ماينس انفينيتي. اوكي، فما بيفرق الجواب اكيد، ممكن معنا نفس الاف بس عملنا له شكل احسن عشان نطبق القاعده اللي تريحنا على الانفينيتي. اوكي، نفس الاسلوب راح يتطبق على البلس انفينيتي بيطلع جواب كمان بلس انفينيتي. اوكي، في حدا عنده مشكلة في الموضوع أو شي سؤال؟ لا يا أستاذ. أوكي، طيب هون كنا احنا تقريبا بالتفصيل قد ما في، حتى حاولت أعمل كل الملاحظات اللي مروا معي بالهومورك. أوكي، فأنا أكيد بفضل تعملوا الكومن دينومينيتور وتعملوا ليميت على ماينس انفينيتي وبلس انفينيتي. اوكي، هلا نحن ثائبت معنا اذا بتلاحظوا باول ما بلشنا ثائبت ما طلع معنا ديترمت فورم وقت استعملنا الاساسي اللي كان هو اف اكس، اللي كان اذا كنتش غلطان في 2 اكس بلس 3 بلس 2 على اكس ماينس 2. اول ما بلشنا نحن استعملنا هيدا الفورم وعوضنا ماينس انفينيتي، ثائبت معنا من حظنا اذا بدكم، ما اعطانا ديترمت فورم واعطانا جواب. اوكي، بس اذا بدي اضمن حالي ما اوصل لديترمت فورم بعمل هيك. اوكي، طيب بعدنا اكيد باول فراغ بعدنا خلصنا نحن الماينس انفينيتي وخلصنا بلس انفينيتي، بينا قصه التو. اوكي، كمان عندي خيارين للتو، في اختار هيدي الاف وفي اختار الاف تعيد الكومن دينوميتر، بدنا نحلها على الطريقتين وبروح شوف ما بيفرق الجواب. هلا بالنسبه للعدد ما بتفرق معه اصلا، يعني اخترت عملت كومن دينوميتر وعملت كومن دينوميتر نفس الشيء. اوكي، طيب خلينا نبلش بالليمت على 2 ماينس، رح نختار هذا الاف الاساسيه اللي كان معطيني اياها السؤال. اوكي، اللي هي هيدي اللي فوق. اوكي، هون اجباري بحل الاكس بحطه ما في شيء يشتغلوا اصلا. اوكي،
بس بدي انتبه للكالكوليشن هون، انه 2 تايمز 2 4 بلس 3 يعطيني 7، اوكي بيبقى بلس 2 على 0، اوكي بيعطيني جواب اخر شيء النهائي انفينيتي، ما في عدد على 0 انفينيتي، وهذا العدد ما راح يأثر على الانفينيتي. اوكي بيبقى عندنا نحدد الإشارة اللي هون، شو رأيك الإشارة اللي لازم على نعمل الزيرو كده؟ بتطلع الانفينيتي. 100% بدي احدد الإشارة تاعت الزيرو، لحد إشارة الزيرو من وين بدي أرجع؟ تيبل اوف ساين 0 100% اللي صفر تحت بس لل x minus 2، بعمل تيبل اوف ساين لهي. اوكي فبيجي على جنب ال x minus 2، اوكي بعملها تيبل اوف ساين، اوكي بلس انفينيتي بلس انفينيتي على 2 هي اللي صفرت على 2. اوكي شو الإشارات بيتعبوا بالتيبل بهالحالة؟ negative positive minus مزبوط plus opposite same يعني minus plus 100%. اوكي طيب بعدين بدي اختار يا هيدي الاشاره يا هيدي الاشاره اللي بتطلع فيها على limit اني لوين رايح على 2 minus. اوكي اي اشاره يعني على الشمال بتستعملها بحط 100%، هيدي 2 2 minus يعني قبل ال 2، اوكي اشاره هون minus، هيدا ال minus بتنحط على الزيرو اول شيء مش على infinity. اوكي بيطلع جواب ماينس. طيب شو بيكون عندي بالحالة لما حسبت هيدا الليمت؟ يعني يعني ماينس الاكس انفينيتي اكس ايكوال تو فيرتيكال اسنت، شو بيكون؟ فيرتيكال اسنت. اوكي فيرتيكال مين من مين؟ طيب في حال عنده مشكلة فيها عندي؟ اوكي 2 بلس راح اقطع عنا على السعرين ونفس الشيء نفس الكالكوليشن. اوكي راح يفرق معكم بس انه المرة 2 بلس راح تاخذوا اي اشارة هسه راح تاخذوا هيدي هيدي 2 بلس. اوكي 100% شغلة تانية بدي اياكم تنتبهوا لها، مش مع انه لانه اشارة 2 هون عندي ماينس طول عندي ماينس انفينيتي، هيدي بدنا ننتبه لها انه في بعض الطلاب بيربطوا انه والله عندي 2 ماينس بس بيطلع عندي ماينس انفينيتي، هيدي ما لها علاقة. اوكي مرات بيكون عندي 2 ماينس هون بيطلع عندي بلس انفينيتي، اللي بيلعب دور هو هون، اذا كان فوق عندي ماينس 2 بصير عندي بلس انفينيتي. اوكي ما لهم علاقه، انتوا الجدول اللي بتعملوه والاشاره بتطلع عندكم بتشوف شو بيصير عندكم اخر شيء، بس ما تربطوهم ببعض هون. اوكي ف 2 بلس على كل الاحوال هيطلع 0 بلس المره بيطلع عندي بلس انفينيتي، كمان عندي اكس ايكوال تو فيرتيكال اسنت. اوكي طيب في حد عنده شيء مش مفهوم هون؟ هلا بحلها ل 2 ماينس 2 بلس على هيدا الشكل، اكيد انتم ما داعي تحلوها مرتين، بتحلوها مره واحده على اي شكل بدكم اياه، بس انا حبيت مرقها بالتفصيل عشان تعرفوا انه ما بتفرق معي اذا اخترت هيدا الشكل على الاف ولا هيدا، بس اللي يفضل بالانفينيتي يعني وقتها كنا عم نجيب الميت على ماينس انفينيتي وبلس انفينيتي نستعمل هيدا الشكل هيدا لما نعمل كومن دينومينيتور. اوكي هلا على العدد ما بتفرق معه، استعملوا بدكم اياه يعني. ما بوصلكم على الديترمنت فورم بالعادة. اوكي مشكلتنا اكثر شيء على الانفينيتي فمن بنفضل نستعمل اللي عملناه كومن دينومينيتور. طيب هاي اذا بدي ارجع احسب ليمت على 2 ماينس لها اذا بدي استعمل لها هيدا الفورم، اوكي شو رايكم لازم اعمل بهيدي الحاله؟ كمان بنعوض مطرح الاكس 2 ما حدا ياخذ اعلى باور اعلى باور، انه الليمت مش على انفينيتي. اوكي بنعوض عادي. اوكي رح نعمل كالكوليشن هون على السريع، 2 باور 2 يعني 4 ب 2 8 ونطرح هون بيطلع جواب اخر شيء 2 على 0. اوكي كمان رح يعطي انفينيتي، بيبقى عندنا اشاره الانفينيتي اللي هون بدي اعرفها شو هي. اوكي لعرفها لهيدي الإشارة الانفينيتي لازم اعرف الاشارة على الزيرو، لعرف اشارة على الزيرو بدي ارجع للي تحت او مين اكس ماينس 2 واعمل له تيبل اوف ساين. اوكي يعني نفس الطريقة او نفس الشيء اللي راح مرق معكم قبل. اوكي فما راح اعلق عليها كثير، بس حبيت افرجيكم انه حتى لو استعملت الكومن دينومينيتور بيعطي نفس الجواب. اوكي ليمت على 2 ماينس كمان بدي اختار الماينس رح تنحط على الزيرو. اوكي هلا رح يصير هيدي الإشارة في الماينس
بتنحط وين؟ على زيرو. اوكي كمان بيطلع عندي x equal to ذات كذا 6. اوكي ونفس الطريقة على 2 بلس هون. بس اذا حبيت انه اذا حدا استعمل هيدا الفور بيشوف انه بيطلع معه نفس الشغلات. اوكي بس اكيد بتختار واحد من الفورس بتشتغل عليه، ما بتشتغل على الاثنين. طيب هيك بنكون خلصنا اول بارت، حسبنا الليمتس على الباوندريز. اوكي هلا انا حابب انك مفصل على الطريق على الجوابين تاع الالف. اوكي طيب نوصل لتاني فرع اللي هو الفكره الجديده اللي اخذناها اخر شيء اللي هو الاوبليك اسمبل. بيقول لي prove that the line d of equation y equal to x plus 3 is an oblique asymptote for c. اوكي في ما نعتبر ما هيدا جواب الاف، وفي منهم استعملوا ل common denominator يعني الفراكشن تاع الاف. اوكي انا حل على الطريقتين وراح اقول لكم اي شكل بيفيدني للأوبليك أحسن، وأنتوا رح بالحق رح تستنتجوا أي واحد أحسن. أوكي. طيب مين بيتذكر شو الستبس اللي بنستعملهم؟ بدي غير ملاك وغير علي. أوكي بدي اسمع غير ملاك وغير علي، إذا يعني في حدا عنده جواب شو؟ بقلك أني اتفضل. أستاذ إنه بنطلع اتفضل. ال fx minus y لل d وناقصه 100% مظبوط، هيدي أول ستيب، بنجيب بالجمع fx minus ده جمع الليمت للماينس انفينيتي وبلس انفينيتي عليهم. ميم مظبوط. وشو لازم يطلع الجواب يا بتول؟ انه هن زيرو، عفوا زيرو زيرو 100%. برافو. فعندنا تو ستيبس للاوبليك اسامبل مثل ما قالت بتول. اول شيء بنجيب اف اكس ماينس واي لدي، وهون بيكون عامل كومن دينومينيتر عنده خيارين، يا بيستعمل الاف في هون يا بستعمل الاف اللي كنا عاملينها كومن دومينيتر. انا رح حلها على الطريقتين، ورح تلاحظوا انتم اي طريقه او اي شكل للاف هو احسن لكم واسهل لكم. اوكي طيب اذا استعملنا هيدا الجواب الاول، اوكي بديكم تنتبهوا له هو قصه الكالكوليشن عندكم. اوكي وقد ما فيكم تريسوا انه عم تعملوا كالكوليشن، وفي بعض الشغلات مرات عم تعملوها ما بتنتبهوا لها بتوفر عليكم كثير شغل وكثير وقت بالامتحان. من بيناتهم هلا هون مثلا منو شو عاملين مثلا؟ حطوا هاي واستعملوا هاي اللي هون، تاني خطوة عملوا فقعوا كومن دينومينيتر تحت. اوكي طيب مش غلط نعملوه، بس هلا اذا بنكفي بالكالكوليشن مثلا فينا نعمل بالماينس 2x بلس 100%. برافو. في شيء بيطير بعضه يعني، هلا اذا بتعملوا الكالكوليشن هيدا مش مضروب بماينس، هلا وين دي مو الاجابه هي؟ اذا في حدا ما انتبه ايش 2x بلس 3. اوكي مع الواي لل دي، هذا جواب الواي لل دي. اوكي لانه في عندي ماينس قبله بنحطه بين قوسين، هي اول شغله بنتبه. اذا بنضرب الماينس يعني هاي رح تبقى مثل ما هي، والماينس مضروبه بهاي وبهاي. اوكي قبل ما تعمل كومن دومينيتر تطلعوا شو بيصير عندكم، مثلا 2x ماينس 2x بيطيروا بعض، بلس 3 وماينس 3 بيطيروا بعض. اوكي يعني ما عادش في داعي لكومن دومينيتر مرة، بيبقى عندي جواب النهائي هو مين؟ 2 على x minus 2. عرفت علي كيف؟ هلا في منهم مش منتبه مش غلط، اوكي نعتبر هاي على 1 وهي على 1 وضارب تحته فوق x minus 2 وصاير معه كالكوليشن شوي طويل، بس واصل للجواب الصح اللي هو 2 على x minus 2 كمان صح. اوكي بس اذا انتبهنا هون كما شفتوا بيطيروا بعض. اوكي فاللي بدي اقوله هون بالاوبليك اسمتوت، إذا في عندي شكل مثل هيك للأف مش كومن دينومينيتر يعني بهذا الشكل، فراكشن حادة مثل بولينوميال صغير، استعملوا هذا الشكل ما تستعملوا الكومن دينومينيتر. أوكي بيكون منيح وأحسن للكالكوليشن. وراح تلاحظوه أنا بعدين إن شاء الله بس نفوت أكثر شوي بالفانكشن، راح تلاحظوا دائما هذه الإيكويشن اللي هون هي ذات الإيكويشن لمين؟ بالعادة هيك. أوكي في حدا عنده مشكلة فيها هيدي؟ اوكي خلصنا ستيب 1. مثل ما قالت رجعت باتور انه بالستيب 2، هلا انا هون عامل ستيب 1 قبل على ثاني شكل الاف. اوكي بعدنا بالستيب 1 اذا بدي استعمل هيدي الاف. اوكي خلينا انا على الطريقتين، بدي استعمل هيديك الاف ولا استعمل هيدي. فاذا بدي استعمل هيدي الاف من هون، هلا هون صار اجباري شو كيف بدي كفي فيها هيدي، شو لازم اعمل بالطريقه بالخطوه الثانيه؟ فينا نعمل كومون بالطريقة الثانية.
ما في عندي خيار تاني اصلا، يعني ما خلت لي خيار تاني. اذا انا استعملت هيدي الارف اللي كنا عاملينها بالاساس كومن دينومينيتر، اجباري اعمل اذا بدي كفي الكالكوليشن هون، اجباري اعتبر هاي على 1 وكفي كومن دينومينيتر، ما عندي خيار تاني. بينما هنيك خلت لي خيار انه في هول بريت الفراكشن كان في جمعوا مع بعض وسابوا طيروا بعض. فهون مثل ما شايفين هاي اعتبرت على 1 وضربت فوق تحت ب x minus 2، اوكي، عشان يصير عندي نفس الديناميك، اوكي. ومثل العادة هون بدنا ننتبه بس للكالكوليشن، هيصيروا على فراكشن واحد على x minus 2. هلا هاي من هون لهون هيها مثل ما هي، اوكي. هلا الماينس هيها، بيبقى عندي هذا البارنتس الاثنين مضروبين ببعض، بدي اعملهم ديفلوب مش اكثر، اوكي. فما راح اطور على ما كنت هون اجوبتهم هيها، اوكي. بس عملية كالكوليشن على الأول بالأول إلى آخره، أوكي. وهودي مثل ما شايفين مضروبين بماينس، بعدين قلبوا الإشارات لإلهم، يعني رح تصير هاي ماينس، هاي رح تصير بلس، هاي رح تصير ماينس، وهي رح تصير شو؟ بلس. اللي لازم تلاحظوه أستاذ عشان تتأكدوا من إجوبتكم إنه صح، طلعوا شو حيصير عندكم، مو شو حيصير فيهم؟ الأكس 100%. حتى إذا بتيجوا لتعولات الأكس مثلاً 4x ناقص 3x شو رح يعطيني هون؟ هون شو جوابهم؟ زيرو. هودي x أول شيء مع الماينس x اللي هون بيطيروا مع بعض بيصيروا زيرو. أوكي، يعني شايفين حتى تعول الاكس طار، يعني طار تعول الاكس سكوير تعول الاكس، وهذا الشيء الطبيعي يصير معكم بالأوبليك أسامبل لما بتحسبوا، يصير في عندكم سمبليفاي منيح، أوكي؟ المهم بيطلع جواب النهائي 2 على x ماينس 2، نفس الجواب اللي كنا حاسبينه بأول شكل للآخر، أوكي؟ فهون بس حبيت احل على تاني شكل الالاف عشان تشوفوا جواب عم بيصير هنا، اوكي. بيبقى عندنا ستيب 2 مثل ما قالت بتقول، ما نجيب الليمت على ماينس انفينيتي وعلى بلس انفينيتي، اوكي، لمين؟ للجواب النهائي اللي طلع عندنا هون، اوكي. هون شو بعمل بتاني خطوه برايكم؟ بدي اعوض، بدنا نعوض أو ناخد هايست ديجري. برافو يا بطول، برافو يا ملك. فينا نعمل، في إذا عوضنا مثل ما قال علي هلا بتسيبها بنوصل لانديترمنت فورم، يعني بيمشي حالها بتتقطع معنا. بس إذا عملنا القاعدة بتكون أضمن لأنه أحسن ما نعلى بانديترمنت فورم. فبناخد هايست باور فوق وهايست باور تحت. فوق ما في عندي غير ال 2، أوكي، تحت عندي إكس، أوكي، فبصير عندي ليميت ل 2 على إكس. هي 2 على ماينس انفينيتي بيطلع 0، هذا الشيء اللي لازم يطلع عندي بابليك اسيمبل، اوكي؟ اي علي لا هي مش الهاي تحت 2 كمان باور 1، ليش ما بناخذش الاكس ماينس 2 كله؟ لانه هي نفس باور 1، ليش اخذنا الاكس بس؟ هاي اول شيء القاعده هي لك هايست باور اوف اكس، مش بس هايست باور، هايست باور اوف اكس، اوكي؟ يعني انت بكون عندك بولينوميال فيها اكس، اوكي؟ وفي عندك كذا اكس عليهم كذا باور، يعني مثلا 3 اكس سكوير ناقص 5 اكس بلس 6 اكس باور 4، اوكي. كل اكس هون عليها باور، من هي الهايست باور بين هون ثلاثة؟ هيك اوكي، على هالمبدا اللي حكيتنا هلا هون تعال نطبقه هون. التوب طلع فيها لحالها ما لك عليها بالاكس ماينس 2 لتحت، ما في غيرها اصلا، عادي جوا عادي فوق ما في غيرها، فعشان هيك بيبقى 2 فوق، ما فيش خيار ثاني اصلا عندي ياخذ فوق. اذا بننزل لتحت العدد هو اكس باور، بيكون الاكس عليه باور 0، اذا فيش اكس حد يعني هون بيكون عندي اكس باور 0، عرفت علي كيف؟ فالعدد يعتبر انه الديجري اللي له هو باور 0 اللي على اكس، وهيدي عليها باور 1، اوكي. من صار اعلى باور بيناتهم؟ الاكس، الاكس دائما العدد هو اضعف باور موجود للاكس. يعني اذا انت عندك خمسه ادي لحالها مثلا، شو بدك تسال حالك شو الديجري او شو الباور على الاكس هون؟ هي بيكون في حده اكس بس عليها باور 0، بس بنعرف انه باور 0 هو اي شيء باور 0 هو 1 يبقى 5، اوكي. فعشان هيك ما بنحطه هيدا اصلا، اوكي. طيب نفس العملية للبلس انفينيتي، ناخد أعلى باور فوق على أعلى باور تحت وبيطلع جواب آخر شيء كمان زيرو، أوكي. هلا بدنا ننتبه
بس يطلع معي جواب هون بدي اكتب انه هذا اوبليك اسمتوت ات ماينس انفينيتي، في مكتبه هذه ما في مشكله. اوكي، وهون نفس الشيء ات بلس انفينيتي. اوكي، او فيكم تختصروا هون جمل كمان بدون ما تكتبوها، ما تكتبوها بس طلعوا هاي زيرو وهي زيرو، بتقولوا دي از ان دي كذا از ان اوبليك اسمتوت اوف سي وبس، ما في داعي نحط تفصيل انه ات ماينس انفينيتي ات بلس انفينيتي. اوكي طيب، في حد عنده مشكلة فيها عندي؟ طيب، بيبقى عندنا آخر بارت اللي هو عن الـ relative position of D and C. مين بتذكر شو بنعمل بالـ relative position؟ تقريبا أول شيء بنناقش الـ بنناقش الـ X minus الـ Y D، بنعمل الجدول بنشوف وين below وين above. مين بالمين الريلاتيف بوزيشن هن خطوتين، اول خطوه استاذ بس ما عندكم شغلتين او تو كيرفز. اوكي، هلا عندي كيرف ولاين، بتشوفوا شو الايكويشن الاول شو الايكويشن الثاني. السي على طول اتفقنا الايكويشن اللي هي اف اكس على طول. اوكي، دي هو اعطانا الايكويشن الواي للدي، بنشوف شو هي. اوكي، وحتى نحطوا الاف اكس بالاول، يعني على طول اف اكس ماينس واي للدي، ما تعتمدوا الواي للدي اول شيء. اوكي، ما تقلبوه، وساعتها بتقلب معكم البيلو والابوف. اوكي، فهون نقول اف اكس ماينس واي لدي. اوكي، فهذا اول شيء رح نعمل، رح احط ارجع اذكركم بالاف اكس. اوكي، والواي لدي هو هي اللي كان معطيني اياه بالاساس، وهون ما في داعي نرجع نعيد الكالكوليشن، في حدا رجع عايد الكالكوليشن ثائبت معنا في الاوبليك اسمبتون كنا حاسبينها، فما في داعي نرجع نعيدها. اوكي، نحط الجواب اللي هو 2 على اكس ماينس 2. اوكي طيب، ستيب 2 مثل ما قلتوا اخر شيء بدنا نعمل تيبل اوف ساين. اوكي، فبدي اعرف وين نيجاتيف وين بوزيتيف، يعني بعمل تيبل اوف ساين للجواب اللي طلع عندي، وتقريبا الاغلب حاله صح هيدا. اوكي، تيبل اول شيء اللي فوق بياخذ ايكوال تو 0، اصلا ما في عندي 2 ما بعبره، الشغل اللي بس وين اللي تحت ديفرنت 0 اكس ديفرنت 2. اوكي طيب، التيبل x minus infinity plus infinity 2، وهون عندي 2. اوكي، اكيد اشارة 2 ما في حدا شك فيها انه على طول بلس 100%. اوكي، نيجي لعند ال x minus 2، شو رايكم بالاشارات ليلى؟ نيجاتيف بوزيتيف، نيجاتيف بوزيتيف اوبوزيت. اوكي، اخر شيء بيبقى الريزلت عندنا minus plus. اوكي، مثل العادي بدي احط له انا الريلاتيف بوزيشن شو هن، مطرح الماينس شو بكون عندي، مطرح بلس شو بكون عندي. اوكي، الماينس يعني من ماينس انفينيتي ل 2 بهذا الشكل بكتب لي اياهم. ماينس انفينيتي ل 2 بكون السي بلو، يعني بكون هذا الخط دي لإلي، الكيرف سي لإلي بكون تحت الدي بهذا الشكل. اوكي، هذا بلو. اوكي، ونفس العمليه بالنسبه من 2 ل بلس انفينيتي بتكون سي ابوف دي. في حد عنده شيء مش